بعد ما تركتها لأمينة بفترة كتير قصيرة طلعت مشان أخدم جيش، وهي الضربة اللي برجلي هي جزء باللي عانيته، هذا غير البهدلة والحكي اللي كنت أسمعه. زعلتني، والذكرى اللي بقيت لي هي إني رح أعرج على طول. هذا اللي صار، وقلت لازم أرجع لأمينة. عانت مني كتير المسكينة، عذبتها معي كتير، وهي ما بتستاهل اللي صار معها. خليني صب لك كاسة تانية. لا 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 تعذبي حالك، يسلم، صار لازم أمشي، تأخرت كتير. تمام، لك سكوت شوي، سكوت، صرت معيدني عدهم 10 مرات، ما بدي مرتي تسمع هالحكي. جبك ليش هيك خايف؟ أخي مو هذا المبلغ اللي اتفقنا عليه. إيه بدك تدبر حالك. ما اتفقنا، ولا تحاول تتزاكى علي. لك رح أعطيك الولد وهذا ما نو رخيص. لا تاخد وتعطي بالحكي كتير. مو أنت قلت مرتي مجنونة وما رح تقدر تربي الولد ورح تقتله، وكنت عم تقول لأقولي حل؟ شو يلي تغير هلأ؟ اسمع لقلك أحمد، هاي القصة فيها ثواب كبير، وأنت عم تساعد الولد ورح تفرح قلب المرأة لأنه بتحب الولاد كتير. اسمعني منيح، أنت أخذت باقي هالمصاري؟ قول الحقيقة. لك لا، شو هالحكي؟ أنا أخذت حقي مو أكتر. بلا هالحكي الفاضي تبعك. قال أخذ حقه، روح خذ حقك منهم. اسمعني منيح، إذا ما أخذت المبلغ المتفقين عليه القصة ما رح يمشي حالها. أنت روح وقول لهي المرأة هالحكي وبعدين تعال، فهمت علي؟ يلا روح فورا ولا تنسى كلامي. ما بعطي ابني لحدا. أمينة عادي هون، خليني أحكي معك كلمتين. ما بعطي ابني لحدا. لك شو بدك تعملي فيه؟ فهميني كيف بدك تربي هذا الولد؟ بعدين إذا بقي معك بجوز تقتليه. ما رح أعطيه لحدا، ما رح أعطيك يا لك. اخلصي ولك، شو صار لك؟ صرعتيني لك مجنونة؟ مفكرة حالك رح تقدري تربي الولد وتكبريه؟ أنت قدرانة تدبري راسك بالأول؟ والله بقتلك. وقفي يا مجنونة. لك ارجعي. والله ببوتك. لك انت شو عم تعملي؟ ما بعطي ابني لحدا. لك خلص، ما دخلك. لك خلص لا تعيطي، لك رح تلمي علينا الدنيا. ما بعطيك يا، ما بعطيك يا. لا تعيطي، خلصي. روح من هون، روح. طيب ماشي، رح روح من هون، وانت والوسخ اللي جواتك موتوا من جوعكم، خرجك. روح من هون، يلا روح روح. تأخروا كتير، وأمينة لهلأ ما رجعت ولا نور. أمي نور، وطي صوتك. من شو كل هالقد خايفة؟ ابني سكوت،